يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غاراته على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى لتفاقم الأزمات الصحية والغذائية. تأتي حدة الصراع وستواصل الجهود المصرية لاحتواء الموقف والوصول لوقف إطلاق نار. المزيد مع كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. على يسار الطريق ويمينه نجد هذه الشاحنات متوقفة في انتظار الميعاد المخصص لها للدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة. سيارات الإسعاف أيضا تتحرك دائما وتقف أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار نقل المصابين من الأشقاء في قطاع غزة. بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان، لكن على الناحية الأخرى منذ احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني وهي تمنع دخول هذه الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإعاشية إلى الأشقاء من معبر رفح الفلسطيني ومن معبر كرم أبو سالم. نتحدث عن استمرار للقصف العنيف لقوات الاحتلال لعدد كبير من الأحياء والأماكن المختلفة في رفح الفلسطينية، توسيع لعمليات برية داخل رفح الفلسطينية، أيضا استمرار للاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على المحور الشرقي في رفح الفلسطينية وأيضا في شمال قطاع غزة. نتحدث عن أماكن آمنة تحدث عنها الاحتلال لينتقل إليها المواطنين والفلسطينيين من قطاع غزة من تحديدا من رفح الفلسطينية، ولكن هذه الأماكن الآمنة يتم قصفها طوال الوقت وباستمرار. نتحدث أيضا عن استمرار المفاوضات المصرية للوقف الوصول دائم ومستدام لإطلاق النار للتخفيف عن جاه الأشقاء في قطاع غزة، ولكن هذه المحاولات دائما تعرقلها قوات الاحتلال بحجج مختلفة. أيضا وصل لميناء يعني غزة الأول الذي كانت أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية على شاطئ غزة يعني الشحنة الأولى من المساعدات والتي دخلت بالفعل عن طريق الأونروا إلى الأشقاء في قطاع غزة، ولكن هذه المساعدات التي تصل من هذا الميناء أو هذا الرصيف لا تكفي إلا أقل من 10% من الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة، حيث أن المعبر الأساسي والرئيسي حسب بالطبع الأمم المتحدة وتصريحات جميع الدول هو معبر رفح المصرية ومعبر كرم أبو سالم، هو الذي يدخل من خلاله معظم المساعدات وأهم والرقم الأكبر من المساعدات التي تخفف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. الصورة لا تختلف منذ 12 يوما منذ احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني، هذه المساعدات متوقفة، قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه المساعدات، وإلا أن المساعي المصرية لا تتوقف من أجل التخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذه الصورة، عودة إليكم مرة أخرى.